بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة التفاهة وتمجيد التافهين واعتلائهم منصات التواصل الاجتماعي وانجراف الكثيرين من محبي اللهو والمتعة نحو تقليدهم وتقليد حركاتهم والاقتداء بهم فيما يقولون ورفع مراتبهم إلى الأعلى بينما هم في الحضيض فكرا وعلما ودراية ووعيا. ما الذي يدفع المجتمع وأبناء المجتمع لموالاة التافهين؟ ما الذي ينقصنا بالضبط؟ هل ينقصنا الوعي؟ هل ينقصنا الفكر؟ هل ينقصنا العلم؟ هذا الاندفاع نحو إعلاء شأن كل تافه مجرد أن يصل إلى عدد متابعين معينين ترتفع أسهمه في المجتمع لا يقدم شيئا للمجتمع بقدر ما يقدم التفاهة. فما الذي يدعو شبابنا وشاباتنا من هذا الجيل إلى التعلق بالتافهين؟ أين القدوات؟ أين اختفت القدوات؟ سؤال محير أيها الإخوة. أين القدوات التي يقتدى بها في العلم وفي الإنجاز وحسن الأداء وفي الوعي؟ إذن هناك خلل كبير، خلل قدوات. لا نملك قدوات في هذه الأمة، لذلك وجد هؤلاء التافهون فرصة ليظهروا، فرصة ليتكلموا. إذن أيها الإخوة، نحن أمام معضلة كبيرة. فإذا ما استمرت صناعة التفاهة واستمر تسنم هؤلاء التافهون منصات التواصل الاجتماعي، وربما اقتربوا من تسيير الأمة في اتجاهات مختلفة ومن تغيير قناعات الكثيرين، إذن نحن في مأزق كبير، مأزق حضاري، مأزق فكري. فعلينا جميعا أن نتنبه لهذه الظاهرة وأن نسعى جاهدين لإيقافها وإيقاف صناعتها في مجتمعاتنا. علينا أن نحسن الوعي ونحسن الفكر. أما أن تستمر هذه الظاهرة في مجتمعاتنا فإنها ستجلب ما لا تحمد عقباه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.